ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي مشاهدينا وأسواق السلع ينضم إلينا عبر التيمز من دبي سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي. أرحب فيك سيد رائد بداية، وإذا ما ذهبنا إلى معدلات خفض الفائدة الأوروبية، التأثير المتوقع على الاقتصاد والأسواق وكذلك منطقة اليورو بشكل عام؟ بالتأكيد قرار المركز الأوروبي اليوم كما كان متوقعا التخفيض ب 25 نقطة أساس والوصول بها إلى 3.25، أعتقد ما كان التركيز عليه أكبر هو تصريحات كريستينا لاغارد رئيسة المركز الأوروبي التي أظهرت بعض المخاوف من أن التضخم ممكن يرتفع بالفترة القادمة، ومخاوف التضخم حقيقة تقلل من احتمالية مقدرة المركز الأوروبي على تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وربما تبقيها عند مستويات مرتفعة نسبيا لفترة قد تمتد للسيطرة على مخاوف التضخم، لأنه نحن بنعرف أن المنطقة الأوروبية عانت بشكل واضح عندما كان التضخم مرتفعا، وبالتالي مخاوف عودة التضخم للارتفاع قد تبقي على السياسة النقدية نوعا ما متشددة عند مستويات نسبيا مرتفعة، في حين باقي اقتصادات العالم ربما تتجه إلى تقليصات أكبر في أسعار الفائدة من مقدرة المركز الأوروبي على هذا الأمر. والمخاوف تحديدا تأتي مع اقتراب فصل الشتاء ربما وارتفاع أسعار الطاقة سيعزز من المخاوف التضخمية. نعم سيد رائد، إذا ما ذهبنا إلى الولايات المتحدة وأيضا نرى استمرار صعود مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية خاصة مع النتائج الإيجابية للأرباح ونتائج المصارف، ولكن رغم ذلك رغم خفض الفائدة، هل ستستمر عمليات الارتفاع أم سنرى موجات تصحيح أو جني أرباح أو غير ذلك؟ حقيقة حتى الآن موسم الأرباح جيد نسبيا يعتبر من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعزز إمكانية أن يكون في عندنا مزيد من الصعود على المؤشرات الرئيسية، ويوجد رغبة بالمخاطرة واضحة من قبل المستثمرين، ومخاوف التصحيح في أسواق الأسهم تكاد تكون محدودة. نحن شفنا بعض التراجعات في قطاع التكنولوجيا مع بداية تعاملات الأسبوع، ما إن عادت الإيرادات للصدور بإيجابية عادة مباشرة للارتفاع مرة أخرى مؤشر الناسداك ومؤشر S&P 500. فعمليا نحن عم نشوف رغبة بالمخاطرة متزايدة من قبل المستثمرين، وازدياد الالوكيشن أو نسبة الأسهم في المحافظ الاستثمارية عما كانت عليه سابقا، وربما هذا أفضل أداء للمحافظ 30-40 بالنسبة للأسهم والسندات، بالتالي يعتبر أداء إيجابي جيد جدا، ومن المتوقع أن يواصل هذا الأداء الإيجابي على الأقل حتى مطلع العام الجديد والربع الأول من العام القادم. تأكيدا لذلك ربما بعض المخاوف المرتبطة بالسباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقي بظلالها على أسواق الأسهم، وهنا نرى ارتفاع يعني بعض الملاذات الآمنة كحصة من المحافظ الاستثمارية في طريقة لتعويض مخاطر ربما قد تحدث في أسواق الأسهم. نعم، إذا ما ذهبنا إلى المعدن الأصفر ورأينا يعني الارتفاعات المستمرة خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد تخفيض معدلات الفائدة، واليوم كان هناك ارتفاع أيضا مع العقود الأجل الأمريكية وصل إلى مستويات ما يقارب 2700 تقريبا دولار. مستقبل هذا المعدن الأسعار وين بتروح، وهل سنرى أرقام قياسية جديدة ربما خلال الفترة المقبلة؟ وارد جدا حامد، نحن حاليا نشهد ارتفاعات وقمم تاريخية على أسعار الذهب، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع حصة الذهب كمكون رئيسي من المحافظ الاستثمارية، وجود مشتري قوي في أسواق الذهب. نلاحظ أنه الطلب العام سواء كانت المؤسسات أو البنوك المركزية أو حتى الأفراد يتزايد مع وصولنا إلى قمم تاريخية، كذلك في أسواق الأسهم تزداد الرغبة إدارة المخاطرة من خلال الحفاظ على قيمة والتيك بروفيت اللي عم بيصير عندنا من أسواق الأسهم. عمليات جني الأرباح عم يكون في عندنا تراكمية واضحة في أسواق الذهب، ومن المرجح
انه نتجاوز مستويات ال 2700 دولار للأونصة قبل يعني موعد الانتخابات. نحن نتحدث المستويات الاولى هي 2750 دولار للأونصة، وربما قد تصل الى 2820 دولار للأونصة. هذا ممكن يحدث في شهر نوفمبر القادم. نعم، كل شكر لك وعلى هذه المداخلة سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.